call me a god. الزعماء اللي في الكم واصلين الزعماء بتقول يرجع بعد فترة. لا موجودة. وتعطيني ويت كالفرين تمزيق ما اريده. ليفل 2 ما اريده. بهادور هذا مقدمة. خلني بس اشوف اول عشان منارة يمكن في حاجة تفتح لي التجارة معها بشكل أسرع. We knew their flaccid cannons could never reach us. The ships arrived. We sent a flurry of arrows into the throng of bodies. It was a massacre. We went to the beach to pick up valuables off the floating bodies. The warm water was frothy, scarlet red, a bloodbath. Right. If they dare to encroach our territory, they better be prepared to lose something, even their lives. After the fray, our humanity got the better of us, and we decided to bury them. Wrapped their eyes in seaweed, placed them in graves we dug with our oars. A week later, half my crew died from some cursed sickness. Those wretched Dutch clawed us down into graves we had dug. That island reminds me that mercy has no place in war. You're catching me at a low point, Captain. I was out all night. Mind you, not partying. I wish it was all a bad dream. The DMC executed the Sultana at dusk. A spectacle for the pale crowd. DMCs, the Dutch. In the Navy, they teach us that good leaders don't let their emotions rule over them. They pretend war isn't personal. My enemies say it was because I provoked the DMC. An easy story to spin. The truth only paints a boring picture of the alliance of men and their greed. They killed her thinking it will intimidate me. You see how personal this war is? They want two bodies in that coffin and they think they can wrap me in with her. A ship with my unbound left for the capital at dawn, but they haven't returned. I need to send someone they don't expect. Someone who can turn warships into graveyards. Carry my vengeance in your cannons. أنا قدها لكن المشكلة إني سفينة بعدني ما تعودت لها. ما أعرف صراحة قوتها في البحر. وأنا بعدني ليفلتن أو ليفلتن أوكي بس مفروض إني واصل ليفلنا حتى الحين. ما برجع شيء كذا اقدر اسوي عملية تجارة معها. وش عندي هنا؟ ليش يريدوني ارجع ل هوما؟ نروح نكلم هوما نشوف وش باقي منه. وش هالاصوات الخايسة هوما؟ وش عندك؟ The only good job is a fast job. والله انش فوق السحب. من الواير ماس. ما عندي. صار ما يطلب ال نرجع للسفينة. سوي فاست ترافل. وين نقدر نروح؟ اوكي هذه كأنها مهمة. اوكي لا نطلع بالبحر
واصل كأنها كأنها مهم موقع طبعا هي الصباح هذه مستحيل يعني نلقى سفينة الأشباح، بس كأن الموقع هو نفس موقع سفينة الأشباح. منطلقين بسفينتنا وخلنا نغير الوجبات ونحط لنا وجبة تحمل. ايش هذا؟ سيزر سلاد. وايش هذا بعد؟ ايش بدأت تهجم علينا؟ قراصنة في معركة مع الآخرين. انديفر سفينة اشتباك، علبة فضة، وانت كافور. الكافور غالي. اشوف بدت توقف السفينة او بدت تضعف سرعتها. 14 تضعفها. لا بس انا ماخذنها عشان 18، ما ماخذنها عشان استحواذ. معادي واحد من الثنتين اللي هنا ونفسها. بعدنا بعد، فخلونا ناكل شوية سيزر سلد واحنا ماشيين على اساس ان التحمل الحين زايد. اوكي ما شف شيء. اوكي ويش المطلوب مني هنا؟ ما في شيء. هل ترون شيئا لا أراه؟ ممكن يكون هنا. وين هو؟ ما أشوف شيء صراحة. أوكي هيا هذا. ما عندي النار البحرية صح؟ ما عندي نار بحرية. بكون ألعب على الصواريخ وعلى المنجنيق والتربيدات ممكن. نقرأ. بلغتنا العديد من التقارير التي تشير إلى اقتراب قوات رحمة من معقلنا. عليك إرسال رجالنا إلى الفور إلى المنارة المدمرة حيث رسلت تلك المحاربات الراهبات العقاد التابعات لها. نعم الحرار المظلات الحرائر من يهتم؟ لن أهاجم. إذن ندور المنارة المدمرة، وأتوقع المنارة متأكد إنه في عندي كنز فيها. أوباميانج. وإيش هذا مكتوب؟ أوبويلينج. ما وقتك وليفل 12 أصلا، ما أتوقع ما أقدر لك. فالأفضل إن نرجع قائمة الصدارة الموسمية. ضعف الترتيب، والسبب إنه أصلا إحنا ما جالسين نوصل أو نشتغل عليها. اوه مسافة بعيدة، فالأفضل اني انطلق من شوف النفاس ترابل قريب. او لا امشي ما عليه. 5 كيلو بنمشيها، ما يحتاج ان نسوي فاست ترابل. كأنه وصلنا للتسعة. اوكي بعد نص ساعة يخلص البث، يمكن على نهاية هذه المهمة.
حراس الشفق اسمهم. نوكل ولا بعد؟ ما يحتاج الحين ناكل. تهجم علي أدمرك. أمبونك ما فيك حياة. نروق من اليمين. ما أتوقع بيهجم علينا الهولنديين إلا إذا كانت مرة ثانية مهمة نفس اللي المرة الماضية، اللي أول ما اقتربنا منهم بدوا يدمروا ويفجروا. كمل منطلق إلى وش هذا يبيع؟ أخشاب الحديد، الخشب الحديدي. الحين رياح بعدها ضدنا ولا كيف؟ شوف ما قادر تحرك السفينة، صايرة بطيئة. ونكمل غابة الهوتان، الهوتان أو الحيتان. هذا ذكر كنت حاولت فيها مرة وفقروني صراحة. بعد ما وصلت ليفل 10 ما حاولت معهم مرة ثانية، فأقدر أتوقع أني أرد القضاء. بس نخليهم الحين. شفت هذا يعني صراحة الجرافيكس اللعبة ما او الرندرنج في اللعبة ما مقنع صراحة. عسى نحصل شيء منه فايدة. بس الآلة اللولبية ومنها عندي كثير، ما اعرف مش فايدتها او اذا فادتنا اذا بتفيدني او شيء مستقبلا. اكيد يعني منها فايدة، لكن هل للاند جيم ولا لا؟ ليفل 6 من اول ضربة قضيت عليهم. حول المنارة المدمرة نشوف. لازم انزل المنارة المدمرة يعني، او حول اتوقع انزل المفروض. خلنا نلف كذا ونشوف ايش هالمنارة فيها. ايوه اوت بوست. ننزل ونبحث عن طاقم رحمة. ثيرمايت سفينة البرينجينتن اللي الحين انا استخدمها ولا تشيلاي ليفل 1 عندي 2 اوريدي. البيع والشراء عندهم هذا النبيذ. اظن المهمة ما هذا، المهمة
المهمة ما كذا، بس يمكن بحصل مكان. وش هذا؟ هو حصل الماب. أنا المفروض عندي بسيط. What will it be, Captain? We have all the supplies. وش هذا مخزن؟ Our merchant ships sail the seas in search of new lands and riches. If you cross it, your fate will surely be sealed. Unlike these Rumpa rebels, our pockets overflow with coin. You may partake in our fortunes or suffer in safety. الهولنديين شريبية، فالمفروض إنهم يشتروا كل الخمور اللي عندي. We are in the same boat, my friend. This is how we earn our rightful place in the world. Any silver you spend may aid you in your mission and ours. Before you venture out to sea, why not take a gander at our wares? Never know when you might need more supplies. وش عندك؟ تقدر يعطينا حاجات رخيصة كثير، ويقدر ياخذ الفانيلا غالية كثير. لو حاب 100 الوسيط، ما اني فعلت حاجة، بس ممكن يكون عنده مشن ولا شيء. The wheel is only as strong as its captain. Moja and Nguvu, back to the work ahead of us. You move what we ask without asking any questions. Deliver the goods and be rewarded. It is as simple as that. إنزين، هذا إذا كانوا هاربين، ليش معلقين علم هولندا أو علم دي إم سي يعني؟ شيء فرص متاحة أصلاً. زنزانة ما أريد. نكمل مهمتنا، إصلاح السفينة، إدارة الشحنة، نرجع الموارد. صغري خريدها. ونبحر. ما حصلت، لفيت لفة كاملة أبحث عن الطاقم، ما حصلت حد. كل اللي حصلته هذه السفينة. وش مطلوب؟ أنا ما فاهم بالضبط وش اللي أبحث عنه. هذه فقرتها قبل شوية وما خلصت المهمة. هنا ما أشوف شيء في المنارة. وهذه السفينة اللي نعيدها، قبل اقتربت منها اختفت. What? نصعد السفينة نشوف يمكن كذا تخلص المهمة، ولا قبل شوي صعدت فيها ما خلصت. نشوف هذا السفن يمكن مرة ثانية علمونا ان نفتح هذا. اوكي اوكي
الأوستن، عاصمة الأوستن وينها؟ تكون هنا بهالاتجاه. هل بنهجم علي الهولنديين ولا بنروح لعملية النهب هناك؟ وكم ليفل الحصن اللي بنهبه؟ إذا شوف إذا كان يعطي ريشة المثقاب فليفله 10. لا مش هذا، مش هذا بليز، هذا قربته بهالسفينة مستحيل. واصلا ما عندي النار الأمامية. اوكي بتكون تشالنجينج، ما اتوقع اني اخلصه لانه باقي ربع ساعة. ما يمديني اروح ابدل الشيب ولا ازيد النار ولا شيء، بس نقرب نحاول. كم ليفلها؟ ليفل 10. نشوف اذا عندكم نار. اول شيء بايعون النار وبعدين ما عندهم نار، عندهم ما في شيء. نقرب بدون أي ضمانات. في أبراج ولا شيء؟ في حصن هنا. ثالثا ما صبنا. والله ولا واحد صب. لا لا لا. شوف هذا الناري. اوكي اقوى. التعبية اللي هي 10%، شوف تعبية سريعة. بس قابس اصيب فوق واخسر. ندمر الحصن هذا على الاقل بحيث ان نضمن انه ما حد يهجم علينا. وبعدين نطيح هذه السفينة. قنابل مدفعية ما منها فايدة. صبنا ولا؟ اوكي صبنا. وش اللي سويته تتبع؟ نكمل. المفروض انه يجين سفن زيادة. رسلوا للدعم وجاي سفينة من أي اتجاه؟ هذا الاتجاه. ولا واحدة صابت. مشكلة ما عندي النار وهذا بعد تعبية. صيب ولا يراوغوها؟ صابت. بس هذا الليفل 11 ما بيطيح بسهولة. اوكي طيحناهم. خلصنا الليفل 2. اوكي ما في حصن ثاني، يعني الامور طيبة.
مجرد سفن فجرهن وخلاص. طول 15,000 أو 1,500 ما قريت سيدة، بقى 1,500. نشوف من وين. لا صابوني. طلع الحب. عشان نمس الوقت شوية لحد ما نرجع. ما عندنا الا 15 ثانية. لازم اراوغ. عندنا 40 ثانية. لا من هناك جاي السفينة. لا مجموعة سفن واجد. اوكي مجموعة سفن خلينا ناكل عشان الدفاع. قضيناها. ما شفت انهم يطلقوا علي اصلا، بس من قبل عارف ان الحركة انها بتكون كذا، عارف النهاية بتكون كذا. بس شليت هذا الزقاقة، ما اعرف اذا منها فايدة الحين. ما اقدر اسوي عملية اكمل عملية النهب لانه رجع قتلوني. بس لازم اهرب اشل البضاعة. نشوف اوريدي شليت المواد اللي اريدها. نشوف انه اقرب فاست ترافل انه رجع لرحمه. ريشة المثقاب الدقيقة سرقناها قبل شوي. الهولنديين بيتبعونا ولا اوف، يعني اسطول كامل قايلنا. يشوف علي، بيهجم علي. اي والله يهجم علي. خلاص تكون كذا نهاية البث وننهي الفيديو بعد هنا. نلقاكم في يوم اخر وبث اخر. نرجع لرحمة نشوف نخلص الفيديو الكاتسين وبعدين ننهي هنا. صباح. لا بعد ما رحمة نرجع مرة ثانية لل وين هذا، وش هذا المكان. هذا من الناس اللي تشتري الخمور. الانتراكشن واجد واجد بطيء. بيع، ما عندك شيء سافل. وش هناك؟ كانت هنا، الحين انتقلت هنا. لا تقول لي مرة ثانية لازم احارب هال، اذا حارب ما ببداها المهمة. يجب توصيل نعش السلطاني المذهب الى العاصمة. نوصل القطعة اللي شليناها قبل شوية اتوقع، وخلاص عاد ننهي البث. عند هذا الحصن. إذا بدينا الصراع ما أتوقع ما بكمله لأني أريد على نهاية الوقت. هيا نسوي تفاعل كأننا نريد نتاجر ونشوف. أتوقع يكون تسليم.
صح. نسوي تقديم بس خلنا نشوف اول شيء الشراء والبيع. ما في حاجة هنا، نرجع هنا. عندك هذا وعندك هذا، شيلك النار ما حصلتها. فان كينكل، تلبرين تمزيق 2، زعماء 1600، كل شيء ما منه فايدة اعطوني اياه. و هنا تكون نهاية البث. نرجع للسانت اين اللي هو المركز وننهي البث. اتمنى انه تضغطوا زر سبسكرايب، تفعلوا جرس التنبيهات وتتفاعلوا في القناة بالكومنتات، تنشروا مع اصحابكم. قريبين من 400 من 400 متابع. في فيديو حطيته بهدف 450، بعدنا ما وصلنا 450، فحاولوا توصلوني. والسلام عليكم.